منهجية في أي مجال هي ضرورة، وهي اللي تؤسس لاستقرار السوق في أي مجال، سواء كان التعليمي أو المهني أو الصناعي وأخيرا التقني. ولكل سوق ولكل مجتمع خصوصية خاصة واحتياجات مختلفة فريدة، متطلباتها واحدة ولكن الاحتياجات تختلف، لأنه إنسان البيئة بلغته وثقافته ونسيجه الاجتماعي يختلف في احتياجاته، ولكن كل الأسواق والمجتمعات الموجودة تتفق في الاحتياجات المتطلبات، ولكن تختلف كلها في الاحتياجات. فالاحتياجات شيء خاص والمتطلبات شيء عام. الاحتياجات تدخل في الاعتماد على المقومات الموجودة والتي تستدعي دراسة وتنقيب الوضع القائم بشكل دقيق، والتأكد من البناء على ما هو موجود، بعكس طمس الصفحة وفتح صفحة جديدة وتطبيق أفكار ومناهج هي ليست من بنات البيئة الموجودة. وهذا في الخطوة الأولى يؤدي إلى إهدار المكتسبات الموجودة، سواء كانت من ناحية الخبرة أو العلم أو المهارات الموجودة. ثانيا يؤدي إلى الاحتباس، احتباس الطاقات، لأنه تطبيق منهج جديد مختلف ومغاير لثقافة البيئة الموجودة يجعل الجميع طلاب جدد يحتاجون الوقت للتعليم والاندماج في أشياء بسيطة قد تكون في نظر الآخر ولكنها هي بالنسبة لهم شيء غير معتاد، يحتاجون إلى وقت للانسجام. صورة هذا الشيء هو في المجال الفني، ففنان من بلد في بلد ما عندما ينتقل إلى بلد آخر، صحيح أن الغناء هو كلام في النهاية، ولكن اختلاف المتطلبات هي واحدة، ولكن اختلاف الاحتياجات والصناعة في تفاصيلها والمنهجية القائمة الموجودة في المدرسة الفنية الموجودة قد يجعل هذا الشخص خارج الخدمة، وإن كان هو ممتاز في بيئة ما لكن لا يصلح في بيئة أخرى. هذا لا يعني أنه شخص ليس ممتاز، سواء كان هو أو المنتج أو الخدمة أو المنهجية، ولكن هي تحتاج لإعادة بناء التفكيك وإعادة بناء من جديد بما يتناسب مع الاحتياجات أولا لتلبية المتطلبات العامة. فاتجاه الاستيراد الكامل لأي منتج أو أي منهجية أو أي خدمة على أساس أنه هي تعمل في مكان آخر بشكل جيد وبدلالة واضحة وبنتائج ملموسة قد يكون عبء على المجتمع المستورد في أي صناعة. الاحتياج هنا هو فهم
المفاهيم الأساسية لتكوين هذه المنهجية، فهمها. لأنه أي تطبيق لأي منهجية هو قائم على مفاهيم أساسية لا تتجاوز من 10 إلى 15 بند، أحيانا في بعضها ما تتجاوز 4 بنود. تمام. بناء على فهم المختصين في البيئة المجلوب لها، يتم إعادة بناء تفصيل المنهجية بما يتناسب مع السوق المحلي، بما يتناسب مع الكادر، مع الأدوات الممارسة، مع طبيعة السوق، مع النسيج الاجتماعي الموجود. وهذا مشاهد في كل المجالات الأخرى، سواء كانت في التغذية أو في الـ في الـ في الـ المجال الموسيقي أو المجال الفني، كنماذج على الاختلاف في الاحتياجات والاتفاق في المتطلبات العامة. تمام. إذا المنهجية هي تعتبر أهم نقطة لتأسيس سوق ممتاز مستقر، بعكس ما هو قائم الآن من لا منهجية في المجال التقني تحديدا، لا منهجية عبثية فيها تنافس لا نهائي واختلافات لا نهائية وتنفيذ لنماذج ومشاريع ومنتجات متكررة في أكثر من اتجاه. قد يكون التفصيل والفرض أو قد يكون حتى في المحصلة الأخيرة المحاجية أو النماذج أو المنتجات التي ستصدر عن المنهجية في العمل لا ترتقي في بعض الأحيان لأفضل الممارسات وأفضل التوقعات، إلا أنها هي الأنسب من حيث استقرار المنتج وحصر باب الاجتهاد على الجامعات والمراكز البحثية في تعميم المنتجات والخدمات المستقرة بعدد العاملين فيها وعدد المستهلكين لها، إن لم يكن في الناتج النهائي كمنتج، على الأقل في الخدمات الأساسية والأدوات المستخدمة في البناء. وهذا بدوره سينعكس على استقرار التعليم واستقرار الاستثمارات في المؤسسات، يفتح الباب إلى باب التعاون ما بين المؤسسات، لأن المنتجات موحدة، الأدوات موحدة، يفتح باب التموين سواء كان في الخدمات المساندة والخدمات اللي هي ما بعد توفير المنتج من الصيانة والتشغيل، وكلها قطاعات تساند بعضها وترتكز على استقرار المنتج واستقرار المنهجية الموجودة. كل هذا سيكون أسرع وأسهل إذا تم التركيز على أن المبادئ والمفاهيم الأساسية الموجودة في المنهج الأساسي بأنها تكون مولدة فهما من نفس البيئة المطبقة، فيتم المرور على كل بند من هذه البنود
فهما وتفسيرا من أبناء هذا السوق أو هذه المنطقة المقتدرين والمتمكنين علميا والمدركين بأن احتياجات سوقهم تختلف عن احتياجات السوق الآخر في الخصوص وتتفق مع الآخر في عموم المتطلبات. بناء عليه عميل السوق المحلي سيكون أكثر تفاهماً وتفاهماً مع المختص الموجود في نفس السوق، ابن نفس البيئة، ابن نفس الثقافة، نفس المدرسة، نفس الجامعة، نفس التجربة الحياتية والانتماء النسيجي في المجتمع نفسه. وهذا بكل حال من الأحوال غير قابل للإنتاج وإعادة الإنتاج أو الفهم أو التفهم من الخارج، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش مرتين. قد يكون مفهوم عند بعض الأدباء بعض المفكرين، ولكن التجربة الإنسان له تجربة واحدة، مستحيل أنها تكون تجربتين، صعب. عندها سيكون التعليم سهل، الممارسة في العمل سهل، التوسع أيضا سهل، التنافس سيكون في جودة المواد والإخراج والإدارة والخدمة فقط. نعم، إن كنا تكلمنا في الموضوع هذا بشكل مثالي، تمام، فهو فقط لتسليط الضوء، لأنه عكس ذلك هو تحديات وإن كانت غير ملموسة فهي مدركة على المدى البعيد. ولكن المأمول أن الشخص في أي مجال من بداية التعليم إلى وصوله لأي مجال من المجالات الداعمة أو المؤسسة في المجال هذا تكون هي كلها لعبة واحدة. لو تكلمنا عن الرياضة كورة، خلاص الكورة فيها نشاطات مختلفة ولكن الكورة ثابتة، اتساع رقعة الجمهور، اتساع رقعة الاستثمار في المجال بينعكس على استقرار المؤسسات والقطاع والخدمات المقدمة في النهاية والخدمات المكملة ليه. فكلها ترتبط ببعض، كل هذا في الأساس يرجع إلى المنهج الأساسي القويم الذي بعد نظر وقراءة استباقية للمستقبل القريب وتفهم لخصوصية حاجة المستهلك والمشارك في صناعة المجال. لذلك ختاما في الكلمة هذه أنا أحب يعني أسلط أنه في مبادئ الأساسية لأجايل والتبسيط اللغة العربية، المفاهيم الموجودة الـ 12، وإن كانت سليمة في المعطيات ولكنها ليست ثابتة، يمكن إعادة تفسيرها وإعادة صياغتها وإعادة ترتيبها بما يتناسب مع اقتناع الشخص المسؤول
في احتياجات السوق وأولوياته. ثانيا تطبيقها باستقلالية بدون النظر للإنجازات الخارجية الأخرى مهما كانت، تنفيذها باستقلالية ودعم المؤسسات المنتهجة لهذا النهج، لأن زيادة المنتجات والخدمات المنتمية والمنتظمة في هذا النهج سيزيد من مساحة السوق المستقر في وسط لا منهجية الموجودة في المجال التقني واللي يعاني منها الجميع، سواء كانوا طلاب عاملين في مجال مؤسسات مستثمرة وقطاعات موفرة للخدمة. هذا كل ما لدي، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.